مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا إلى هذه الحلقة من برنامجكم الإنساني الاجتماعي تراحموا. أتمنى مزيدا من التراحم يسكن قلوبنا جميعا على الحالات اللي بنشوفها في البرنامج واللي بنشوفها إن شاء الله حتى نهاية هذا الشهر الفضيل. أتمنى لكم مشاهدة طيبة. مشاهدي الكرام، هذه الحالة من ضمن الحالات يمكن النادرة شوية والغريبة شوية، لكن كان لابد أن نوصل إليها. وصلنا إليها، البيت متواضع جدا، أو تقدروا تقولوا ما هوش بيت، إنما غرفة فيها أسرة عددهم كبير. ونشوف هذه الحالة ويستحقوا هذا الصبر الجميل اللي صابرين عليه، ويستحقوا من البرنامج إنه نزوره نشوف. السلام عليكم، ممكن لو سمحت اشوفك؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف انت؟ تفضل، تقدر تخرج الى هنا؟ كم مع عيالك؟ معي أربعة. وانت ايش هذه غرفة انا اشوف؟ ايوه، ممكن ندخل نصورها ولا ما نصورش؟ ايوه تفضل، يعني ما دام سمح لنا نروي لكم الا حالة بسيطة فقط، غرفة متواضعة، أسرة رائعة، البيت مرتب لأنه معهم أم. أي بيت فيه بنات كويسات، شوفوا كيف البيت نظيف حتى لو هو صغير، وهذا يعكس نفسياتنا الحلوة. من أين أنت؟ أنا من الصين. صين ومن تعز؟ وإيش تشتغل هنا ولا إيش؟ أنا مع السباك هنا. معك عمل سباك؟ أيوة، إذا بني المريض اللي غدوا هنا. أي نوع؟ تعال 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 تعال. أوه الله، إيش فيه؟ إيش هذا اللي بإيدك؟ حق هذا مركب قسطرة، هذا عنده فشل كلوي، عشان يعني يعملوا ذا عشان يشوف انه في تحسن الكلى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يشفيك يا ابني. ايش اسمك؟ حمزة. عبدو مين؟ عبدو فواز. وذي ايش اللي بايدك؟ عمليات. ايش فيها؟ ايش فيها؟ انت مستحيل تقول. قول بقولك ايوه، لانه عندك الكلى تعبانه. الله يشفيك يا ابني، يشفيك ان شاء الله. وكيف تعالجوه؟ اعالجه يعني كذا، يعني ندولي ناس هذا وانا تمامين وانا اعالجه. ويعني علاجه يكلف؟ ايوه مكلف. ايوه الان بعد هذه التجربه الان اسبوعيا يكون عندي دورات للمسالك وعياده الكلى، لانه حق الكلى بدايه فشل. والان يعني يعملوا هذه العمليه من القسطره، يعني قسطره من هنا لذا، عشان يشوفوا كيف الكلى، هل شرقان لما عملوا هذه يعني. فشل كلوي خالص. قال الدكتور عندي فشل كلوي، يعني الان اقول هذا يعملوا من القسطره من هنا المثانه عشان يشوفوا هل يعني شرقان الكلى تمام او كيف. دكتور انا بشوف تلفونك، اذا احتجت يعني مثلا دكاترة ثانيين أو شيء ممكن نساعدك، البرنامج يساعدك. والإخوان الآن بيشوفونا المشاهدين في كل مكان هذه الحالة، وهذا الطفل الصغير الذي مصاب بهذه هذا المرض، يمكن سنه الصغير ما يقدرش عليه، لكن الله يكون معه معنا جميعا. اللي يحبوا يساعدوا هذه الحالة أو غيرها يقدموا المساعدات إلى البرنامج، لهم مننا كل الشكر والتقدير. مغتربي مغتربات في دول الخليج، في أمريكا، في بريطانيا، في كل حتى من داخل اليمن، ناس رائعين مثل هذه الحالة تستاهل كل خير. مشاهدينا الكرام، أرجع لك أنا وأقول إن شاء الله ما حددوا لك فترة معينة متى يتباخر. لا، قالوا لي هذه القسطرة يعني بتقعد سنة ونص سنتين، يعني بيشوفوا كيف، هل في تحسن الكلى أو لا. يعني وبعدها بتبان إن شاء الله يتحسن بالسنة هذا، لأنه الآن أسبوعين أكون رجوع، أسبوعين رجوع يعني. حصل فوصل جديد وعلاقات كلها. لا ولا قوة إلا بالله، الله يشفيه، حسن الله ونعم الوكيل. طيب رمضان إيش سويت؟ أبيت المقاضي، أبيت معكم مصاريف معكم ولا عادوا ما في؟ إن شاء الله ربنا معكم. البرنامج أنا أختصر لك الموضوع، كفاية أنت، إحنا شفنا الحالة دي حالة غريبة، مسكنك صغير على قدر حالك، وأنت رجل رائع تستاهل كل الخير. معنا سلة غذائية، تعالوا البنات إذا يشتين يخرجين، تعالوا شوفوا. تعالوا شوفوا هذه السلة الغذائية مقدمة من الشركة اليمنية للهاتف النقال سبق فون. يعني إن شاء الله، إيش رأيك فيها؟ إيش رأيك بالحاجات اللي داخل؟ كويسة تمام، تنفع الرمضان. فيها حاجات كويسة، في بيجوبن وطحينيا من منتجات الأمازون الرائعة، وفيها كل الحاجات، صلصة وكذا تمام. أنتي
في لبنان وفي عشرة. شكرا انا سلام. هذا البيت تدفع له ايجار؟ ايوه تدفع له ايجار، بس الان قال يعني صاحب الارض قد باقي يعني اشتي خرجنا الحين بيت ان شاء الله. كم تدفع ايجار؟ خمسة بس. هو اشتي الان قد يعني تخرجوا لانه عبارة عن غرفة حراسة. ايوه مو شيقي قال يعني ان شاء الله تشوف لك بيت لك ولاسرتك الطيبة ان شاء الله. وهذا الولد الرائع الصغير الحلو، هذه السلة الغذائية اللي قلنا لكم فيها، فيها مقاضي رمضان ان شاء الله. وايضا موجود معنا قطمة سكر وقطمة رز وأيضا كيس دقيق. في شيء ثاني مهم وهو 50,000 ريال مقدم من شركة اليمنية للهاتف النقال سبافون، بتقدم لك هذه المساعدة تنفعك إن شاء الله، إيجار وحاجة كذا ومصاريف الأولاد. أستأذنك أنا. شكرا جزيلا. الله يدي لك العافية. الله يديك العافية. إذن بهذا القدر مشاهدي الكرام نصل إلى ختام هذه الفقرة، أشوفكم إن شاء الله فقرة ثانية على خير. السلام عليكم. حالي. كيف حالك أمه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كيف أنت؟ اسمك إيش؟ أم من؟ أم ضياء، ضياء عبد الله علي. أم ضياء. وهذا صغار عادهم ما يدرسوا. هذا يدرس خامس. أيوة. خامس. وهذه المعاقة صف ثاني. أي معاقة؟ بس أنا خواتها ثنتين تختبرين هذا حقها التقرير. إيش فيها معاقة إيش؟ إن شلل نصفي وصعوبة في الكلام والنطق مع ترنح في المشي. منذ حوالي سنتين ونص. واحد منها. الله يشفيها يا أمه. هذا حق هذا، بس هذا ما غفلنا له ولا حاجة مثلها. مو بينه هذا. سبب. كي يقوم يا ابني. كي يقوم. تعال 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 حبيبي تعال. إيش في بقى؟ إيش في؟ فقدان التوازن عندهم. سبب زواج الأقارب. أنت مزوجة واحد هيلي كل لك. أيوه. أمي. من عمي. ثلاثيمية اسمها. وهذا صغار مو هن. بنتي وهذه بنتي مثلك. ما بعاشي يعني. اسميه اسميه. أرزاق. أرزاق ما شاء الله ما شاء الله. إيش. طيب وزوجك؟ زوجي يشتغل مع عربية حلال يمشي حالنا للمشي الإيجار وصرفات الجهاز. كل ساكنين هذا البيت. البدروم هذا الحمد لله. يعني غرفة. و... أي غرفة وحمام مطبخ. مطبخ معي ما شاء الله تمام. يعني بيقضي على على باب. يعني. على باب الله. يعني. الحمد لله مش هو إنه يسعى. ما بي بالمرة يمشي. منين؟ احنا من ريمة. تمام. طيب يا ما وهذا الولد في في له علاج؟ نفس اخته بس ما غفعنا لهش ولا شيء، ما بيش معانا المال. ايش لا لا ايش ايش العلاج حقهم معاهم؟ علاج يقرروا لهم شراب وذاك الحبوب يصير يوم داخل اللي قد اشترينا للبنت امس. الولد ما غفعنا له ولا حاجه، هذا الدكتور قرر له هذا له هذا التقرير وهذا ما غفعنا. انه يشتروا له يعاني من ترنح في المشي مع في الكلام من حوالي سنتين، ووجود قصة مثلا مع أخته الكبرى الذي بيحبوا يتبرعوا لهذه الحالة أو الحالة الأخرى اللي تظهر في البرنامج. التليفون بيمر الآن أمامكم على الشاشة، يتصلوا بنا وسيتم إيصال ما تدوه لمثل هذه الأسر. الله يشفيك. اسمه إيش؟ ضياء. كم عمره؟ كم؟ ست سنين. الله عليك. حلو كيف معك كيف شكلك؟ حلو لما ضحك. ضياء ضياء تشتي حاجة يجيبوا لك برمضان؟ ايش تأكل؟ ايش تشتري لك؟ محلبي. في سلة غذائية قدمتها شركة النجم للحوالات المالية، ثقة وسرعة وانتشار، شبكة كل اليمنيين، فيها الحاجات الكويسة لك، وفي أيضا المحلبية اللي طلبتها موجودة. تمام تمام. وفي أيضا في أيضا قطمة سكر وقطمة رز وايضا كيس دقيق. كويس الله يحفظكم ان شاء الله ويرزقكم الله كريم. في مبلغ مالي قدمته شركه النقد للحوالات الماليه، ثقه وسرعه وانتشار، قدموا 50,000 ريال يا امي تنفعكم ان شاء الله، تنفع للكشف حق الولد هذا وعن المصاري ان شاء الله. الله يحفظكم ويرزقكم ان شاء الله الله كريم. في مبلغ ثاني يا امي، هذه من فاعل خير، هي فاعله خير في امريكا إن شاء الله ربي يحفظهم ويشفي كل مريض ويشفي كل محمد. فاعلة خير 50,000 ريال، أنا أقصد يعني تساعدك ما دام الولد عندي الولد وأخته ويعني يحتاجوا علاج وإن شاء الله. كويس كذا يا بنتي؟ الله يدي يرزقكم ويحفظكم إن شاء الله، ومن فاعل خير ربي ينور قلبه، إحنا معنا فرحتنا وهو له أجره إن شاء الله يا أمه. وشهر كريم علينا وعليك. على الأمة الإسلامية إن شاء الله بألف خير. ربنا معك. وبهذا القدر مشاهدي الكرام تنتهي هذه الفقرة، أشوفكم إن شاء الله في فقرة ثانية على خير.
السلام عليكم. كيف حالك أبا؟ كيف صحتك؟ كيف أنت؟ الحمد لله نشكرك. اسمك أبا؟ إبراهيم بفتيني. عم إبراهيم، ممكن ندخل البيت؟ الله يحييكم، حياكم الله. كيف حالك أمّا؟ كيف صحتي؟ الله يحفظك. كيف أنت؟ وكيف البنات هذو؟ ما شاء الله عليكم. وأنت؟ نزلي هذا شوف أمع. ما شاء الله، الله يشفيه، الله يشفيه. يا رحمته. إيش اسمه؟ أحمد. أحمد ما شاء الله. أحمد كيفك يا أحمد؟ كيف حالك؟ ها؟ كيف حالك؟ آدمي آدمي يتكلم. الله يشوف، في أمل يطلع لك يرجع له بصره وما؟ يا ريت. ها؟ أنا بهر هلا صنع هلا مستشفى. أيوة. قالوا إيش خرج له عيونه؟ قلت له لا أنا شوهونه ولا شيء. حرام. أيوة. قلت له الله خرج من بطنه ما كذا. أيوة. الله خلقه كذا بقى كذا. أيوة. طيب ما شوهونه؟ شو نقول شو حسنا؟ لا خلوه يبقى مشوه، هذا ضعيف بالنسبة تمام. عاد صغير. ايوه ما شاء الله عليه، ما شاء الله. وتدري يجي من بيت ابوه ما بين يمشي ماشي بين فكه عليها وفكه. يدخل يجي لما هنا يمشي وطول يوم العباده هنا. يا بيت ينقذ عندك. ايوه يا بيت بيت طول يوم العباده. انت جده؟ ها ايوه انا جده. وحللته كذا يده. أوه يمسك عليها. أيوة أيوة. كيف يمسك على عينه مسكين؟ يعني يطرحها أصبعه دائما يطرحها بالعين. أيوة. يمسك عصب فيها. الله يديركم العافية. أبا معلش الحالة كذا. طيب إجلس. أنت إيش كنت تشتغل؟ جلس يعني عمري. أيوة. كنت أشتغل المينة. بالمينة. أيوة. كم جلست؟ جلست فترة أشتغل المينة وكم لبوابير أورنا في المينة. ومرة سكت على يبودي عند اسمها دار الأجزاء. ايوه. وجلست المستشفى حوالي شهر عندك 15 يوم. وبعدين تباخر. ما دار الأيام. الحمد لله. بعد سنة شهر أنخل كذا دور كذا سنة شهر سنة. وأجالي متر وكسر رجلي صار جنبي جنبي. يروح مكسور منه. الله يشفيك. مجبسة. عدى العظام. ربنا يشافيكم إن شاء الله يا أمي. شفته؟ كم عارف ما تيس بيت سويت لما فركبرمة. الله يشفيك. إيش اسمك حبيبي؟ إيش اسمك؟ بلقيس. بلقيس وأنتي؟ كريم. كريم. كم على العيال والبنات معك يا أمي؟ هذا ليلى بني هنا ذي وذي وذي أربعة. ما شاء الله. والباقي؟ مع أبوه. مع أبوه خرجوا. أيوة. تسعة منهم تسعة. أيوة. ما شاء الله بالأسرة هذه. أيوة. بس رمضان إيش؟ ولا سويتوا حاجة ولا جبتوا شيء؟ ولا سوينا حاجة. المادة المادة ما فيش. وأنا معور والولد غايب والشغل ما فيش. الدنيا ايوه الدنيا معك. ربنا ربنا يجيب الخير ان شاء الله. ان شاء الله يغير الله. الله كريم. الله كريم. الله كريم. الله كريم ان شاء الله. الله صح فوقنا جميعا فوق الكل. طيب انا بجيب لك حاجه هنا سله غذائيه اللي بتدورها المقاضي اذا احنا جبناها البرنامج. بتشوفي يا امه ارجعي كذا قليل. تعالوا البنات هنا سله يا امه من فاعل خير فيها المقاضي حق رمضان كلها اللي تدورها. الله خير. في ايضا قطمه سكر وقطمه رز وكيس دقيق موجود هنا عشان تكون الحاجات اكتملت رمضان. جزاك الله خير. آمين. الله يفرج. طيب يا أمي وفي 50,000 ريال مقدمة أيضا من فاعل خير تخليها معاكم إن شاء الله بتفيدكم يعني مصاريف حاجات كذا وعلاج للجاهل هذا. جزاك الله خير. الله يديلك العافية. ومشاهدينا الكرام أي شخص يحب يساعد هذه الأسرة أو غيرها في البرنامج تليفون البرنامج بيمشي الآن أمامكم على الشاشة. شوفوا مكتوب أمامكم تواصلوا معنا سيتم أخذ تليفونات الأسرة هذه أو غيرها وإيصال ما تقدموا لهم. جزاكم الله عني كل خير وأشوفكم فقرة ثانية بإذن الله. مشاهدي الكرام واحدة من الحالات اللي جينا لها هنا في إب هذه الحالة قالوا لنا عليها وناس طيبين وشوف هذه الحالة. السلام عليكم. كيف حالك يا حك؟ كيف أنت؟ كيف أيامك؟ كل سنة طيب. اسمك الكريم؟ أحمد بصلاح عبد الله. يا عم أحمد كيف أنت؟ ممكن تأذن لنا ندخل نصور؟ أذن لنا عمي أحمد بالدخول إلى منزله. من اللي موجود هنا؟ الموجودين كلهم زي هذا الوالد. هذا الوالد يتكلم. كيف حالك باهي؟ عرفت تكلم؟ ما يسمح. كيف حالك؟ يقول لك الأستاذ عبد الملك. قال كيف حالك؟ الله يسلم حالك ويحفظك. أنا ما أسمعش. ما تسمعش؟ أسمع وعيني توقعك. كم عمره؟
مية ويجيل على مية. ها ما شاء الله ما شاء الله، من أين أنتم أصلا؟ من حبيش. من حبيش ما شاء الله. مية ما شاء الله يدي لك الصحة والعافية، بس مو إيش؟ الله يدي لك عم مصلح. صايم أنت؟ صايم؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله شعبان يقول الله يدي لك العافية. شعبان كمان تصوم فيه. الله يدي لك الصحة والعافية. وكيف وصحيح ما شاء الله علو ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله علو. الله يعطيك الصحة والعافية. ايوه ما شاء الله يدي لك الصحة. أهم بالعشية والعافية. باب من أبواب الجنة. الله يدي لك الصحة. كيف حالك أمك؟ كيف صحتك؟ كل سنة وأنت طيبة. طيبة إن شاء الله. الله يدي لكم الصحة. وين الجهال؟ وينهم؟ ايوه ما شاء الله. ورمضان كيف فعلتي أمك؟ والله نحن عاد احنا هكذا الأيام هذه صعبة. رمضان قلت لي رتبت امورك انت؟ والله رتب انا حسب الظروف وحسب البلاد وحسب ان شاء الله تشفك كل شيء ان شاء الله ان شاء الله. انا اشوف الحق بعد سامحوني وشادي الكرام، انا عجبني الله الله يدي لك العافيه. كيف رمضان؟ شهر مبارك. ايوه والفطر كيف؟ بلا بركه. ايوه ها وشوي محاشي ناكل. صح نعمه. صح نعمة من الله. الله يكون شعالي وشبعك. وشبعك. ايوه. وخلاص. الحمد لله. الحمد لله. الله يعافيكم الحين بالعافية. الله يديلك العافية. احنا عشرة. ايه. بالبيت. بالبيت عشرة. ايوه. وحاول زيادة. الله يديلكم العافية. سهل. كيف رتبتم برمضان المقاضي؟ اشتريتم حاجة؟ اه. اشتريتم مقاضي بو اكل؟ ولا اشتري شيء. لا مو. هذا الدنيا عطال ما بوش بيها. ما بوش بيها. عبيت ما بوش. كده هي. هي كده. الله يديلك العافية. عبيت معها غنية. ايوه. شدي لك ربي ربنا 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 الله كريم. طيب احنا نحل هذا الموضوع في سلة غذائية. احنا دينا البرنامج للتلفزيون يدي لكم سلة غذائية موجودة هنا بنشوفها هنا. تفضلوا. آمين آمين. نطرحها هنا عند الحاج نشوفها. آمين يمه آمين. هذه سلة غذائية مقدمة من شركة أحمد العامري للصرافة والتحويلات الأقرب إليك. إلى جانب السلة هذه في قطمة رز وقطمة سكر وكيس دقيق. تمام تمام. هذه تمام. الله يحفظكم. الله يدي لك العافية والصحة والسلامة. طيب في مبلغ مالي أيضا قدمته شركة أحمد العامري للصرافة والتحويلات الأقرب إليك في 50,000 ريال مقدمة قد تنفع مصاريف رمضان. هذا مبلغ مالي مقدم من فاعل خير. هذه لك يعملوا لك العملية هذه. تمام. تقدر تقام؟ تقدر تقام؟ تقدر؟ أشوفك بس صار أنا وأنت أجزع ما شاء الله. كيك عادك أنت ماشي أصاح مننا. آمين يا أبا. خلاص أقول لك مع السلامة. مودع. المودع مودع. آمين آمين. الله يبارك. الله شاهد. بهذه المشاعر النبيلة الرائعة من هذا الرجل الرائع أبونا كلنا ننهي هذه الفقرة. لكن هي دعوة أيضا ونداء اللي يحب يساعد هذا الحاج قضية عيونه أو يعني حياته وكذا. التليفون بيبان الآن على الشاشة سواء له أو للحالات اللي بتشاهدوها في البرنامج. أنا أترككم على خير بإذن الله إلى فقرة أخرى. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف انت؟ كل سنه وانت طيب. كيف صحتك؟ اسمك الكريم احمد ناصر عبد الله الظهري. حياك الله عم احمد. هذا الغرفه حقك ما اجي قص بيتك لانه مدرسه وبيسكنوا النازحين هنا في مثل هذه الغرف. كم لكم؟ والله 3 سنين ونص. يعني هذا اسرتك قلت لي. ايوه. اسالتي اخته؟ اسمها بنت اخته. بنت اخته. اهلا وسهلا. انا قلت لك انا يا زوجتي الله يحفظك ويدي لك العافيه. بعدين هم ساكنين عندنا كلنا بغرفه واحده بيت واحد يعني. بيت واحد يعني هو المسؤول علينا. الله يدي لكم العافيه ويبعد يبعد ما يبعد مشكلتكم. تعال الصغير هذا. الابن هذا بالخير ومددها في بيت كسرتي. ايوه ما شاء الله اللي داخل. الله يشفي امه. وانت اسمك؟ شهاب. شهاب ايش قلت لي ايش تشتي؟ نشتي صرفة البيت. أيوة. إيش من صرفة؟ زيت الذي أدي أنت. يعني ما شريتوش حاجة رمضان؟ لا. ليش؟ اشتريناش. لا مو؟ والله بالزلط. بالزلط؟ طيب أنا شو أقول لك؟ تداري نحن نسمى الله نحن نسمى عطور قسم بالله العظيم. أنا الحمد لله ملاني الله بالزلط. We'll be right back.
ونقبلك أزمة وتعدي إن شاء الله، أزمة وتعدي بإذن الله يا بنتي. خلاص خلينا كم ملك ماذا وهذا جنبه وفوقه يعني الحالة متحمل كل شيء. الله يديك. أنت مريضة بإيش؟ أنا عندي السلطان، عندي ثلاث عمليات دحين في بسلطان برجلي ودوني تقريب للسفر لأني سافر. لا ما حصلت شيء شكل. لا في سافر. لا مصر. لأي دولة أمشي لنا أسافر على العملية لأنني بالشرايين يعني ممكن علاج الموضوع ده؟ فعلولي كيماوي فعلولي كيماوي قالوا استخدم الكيماوي لا ما يحلها الله بس أنا احنا جينا الموضوع تعب الله يشفيك معليش انت مثابه وهذا مسكين كم الحمد لله بدي صبوره ورايعه وهذا الرجل رايح انا على ما اشوف جزاك الله كل خير انت مستحمل الاسره هذه ومعليش يا بنتي انت انا بقول الان انه نداء انساني شاهدين الكرام هذه المراه الطيبه تحتاج إلى عملية في القاهرة كما تقول أو تسافر يعني صعب يعملوها هنا صح لازم سفرها إلى الخارج وكم تكلف يا بنتي؟ لا قالوا مشكلة تقريبا لأنه حتى يعني ما بيديش أيوة. فين أروح فين إن شاء الله فعلت خير فعلت لي الكيماوي قبل ما فعل العمليات فعلت يمكن عمليات استأصلوا لي كامل لأنه قد كان بادئ لي بالكلى فعلت كيماوي ثلاث جرعة في صنعاء أحلى حاجب واضطريت نزلت لهنا الله يديك العفسة أي مبلغ مالي حيجي إن شاء الله تشلو وتشوفي كيف حتعملوا بإذن الله هي دعوة إنسانية مشاهدي الكرام تلفون البرنامج بيمر الآن على الشاشة الراغبين والراغبات في تقديم المساعدة لهذه البنت الطيبة يدوها احنا نأخذ تلفونهم ونقدمها لهم بإذن الله وبداية رحلة علاجها لكن نرجع احنا الان الموضوع الاساسي حق رمضان ايش سويت خمسه هذه قد عدت كلام يعني يا مؤثر للغايه الحمد لله نقول لك الله يشفيك منتظرين يرحم الراحلين الله يرحم الله العظيم نحن نسمع طوف احنا عنده نسمع طوف هو يجلس هو مرته بدون اكل اسبي ياكلوا عياله الله يهب لك العافيه انت رجل رائع هو عزيز نفس والله العظيم انه عزيز نفس يا عبد الملك والله على سطح احنا نتعشى نشبع شويه طريق ولا شويه رد عافيه الصحه والسلامه رجل رائع ونموذج نطرحه في رؤوسنا طيب احنا نفتح الموضوع هذا الان حنبدا بموضوع السله الغذائيه انتم عشان شكوى كبيره جدا في هذا الموضوع هنا في سله غذائيه تشوفوها يا بنات موجود في الامبرافو سنتر مقدمه فيها اشياء كثيره جدا في السله هذه وفي قطمه رز وقطمه سكر وكيس دقيق اذا السله ان شاء الله تكون كويسه في رمضان برافو سنتر ايضا قدم هذه السله بس السله من نوع ثاني برافو سنتر قدم مجموعه ملابس لكل لانه انتم انا شفت الكميه البنات عندك كثير ان شاء الله تساعد في هذه الحاجات وتنفع لك ايضا لك كمان شيء تاخذيها يعني تنفع كسوه عيد وكذا تمام هذه السلة مقدمة من مؤسسة أبو هاشم للاستثمار العقاري والتجاري معها أيضا ثلاث أكياس كبيرة كيس بر وكيس سكر وكيس رز تمام يعني كمية وانتم ما شاء الله الأسرة كبيرة جدا وتستاهلوا كل خير تمام يا بنتي تمام هذا يعني مشي رمضان كامل في مبلغ مالي قدمته مؤسسة أبو هاشم للاستثمار العقاري والتجاري قدموا 100,000 ريال تخليها معك إن شاء الله تخليها معك للعلاج والحاجات هذه أما هذه رقم مصاري بالنسبة للنداء اللي أنا قلته نداء لهذه البنت الطيبة مصابة بسرطان وتحتاج إلى عملية في الخارج هذه الحكاية تحتاج إلى نداء إنساني وتحتاج إلى مساعدة كبيرة البرنامج قدرته أول فاعلين الخير ما شاء الله ابتدأت مؤسسة أبو هاشم الاستثمار العقاري والتجاري تقديم مبلغ 100,000 ريال مبلغ مالي أيضا مقدم 50,000 ريال من فاعل خير تخلي معك يعني مصاريف وحاجات كذا ربنا يدي لكم الصحة وأنت ربنا يشفيك يا بنتي تمام وأنت معانا في حاجة ثانية لكم لأنه نسبة البنات كثير والنساء عشان تكون فرحة كبيرة برافو سنتر قدموا هذه السلة وهي ملابس أنا بشباب ملابس لكن البنات
إذا على هذا نكتفي احنا. آمين أمي. يهدي رزقك إن شاء الله يا رب وأصحاب الخير الله ي... واللي فعل هذه السلة الله يقدر بعياله ويسخر له إن شاء الله يا رب ولد يا رب. هو طلب إن احنا ندعي له مؤسسة أبو هازم، ندعي له فقط بالخلفة الجيدة وربنا معاه إن شاء الله. ولد صالح الله يعوضه ويسهل يأمن له كل خير. الخلفة يا أهل بإذن الخلفة إن شاء الله بإذن الله تعالى. تمام سيدي الكرام، بهذا القدر أكرر الدعوة، فقط دعوة لعلاج هذه البنت المسكينة الطيبة مصابة بالسرطان ولازم لها سفر إلى الخارج. نداء إنساني، تلفون البرنامج بيظهر الآن أمامكم على الشاشة. اللي بيحب يقدم مساعدة لهذه الحالة أو الحالات اللي بتظهر في البرنامج يتصل بنا، نأخذ تلفوناتهم. إحنا لا توجد جهة تتعامل مع هذه الناس اللي بيظهروا في البرنامج إلا نحن، تلفوناتنا فقط هي اللي تأخذوها وتتواصلوا معنا، وسيأخذ مساعداتكم ونسلم لهم. لكم مني أطيب التحيات وأرق المنى، وأشوفكم إن شاء الله في فقرة ثانية. كيف حالك يا عم سلطان؟ كيف انت؟ كل سنة وانت طيب، شهر كريم علينا وعليك. علينا وعليك ان شاء الله. مو بقال وتعبان؟ انا عندي كلوة خاربة وعندي كلوة مهيالة فشل الكلوي. لها فترة يعني؟ لها يمكن سنتين. يوم خاربة علي ما انتبهت لي الا قبل شهر. اتعالك تروح الدكتور؟ الحمد لله صرت تعالج، تبرعوا لي بعض الناس قليل بيس وتعالج كذا، بس في عمى الثاني مهيالة فشل الكلوي. لازم تبديلها بعدين، زراعة كلى بعدين. على الله. طيب هذا بيتك؟ لا مستاجر. مستاجر من واحد يجي. لا مش هذا يعني ذلك كذا. أيوة كويس كويس، ربنا يكثر. ظاهرة روعة في إب هنا نتيجة لكثرة النازحين من تعز. في كثير من أهل الخير اللي بيقدموا بعض المنازل البسيطة مثل هذه اللي الناس يسكنوا فيها، وهذا شيء جميل. نتمنى أن يكثروا مثل هذه، وهذول الفئة الرائعة المحسنين الرائعين اللي مبسوطين ويقدموا بيوتهم للناس يكونوا، هذا شيء جميل. طيب احنا البرنامج ترحموا بيقدم سلال غذائية. هذه السلة الغذائية مقدمة من أمازون، فيها كمية من الحاجات الكويسة، وفي قطمة سكر وقطمة رز وكيس دقيق وكيس دقيق. تمام سلام الله يفتح عليك يعني. أمازون قدمت 50,000 ريال تخليها معكم إن شاء الله تساعدكم، تساعدك يمه. تمام الله يفتح عليك. تمام شكرا. تمام سلطان. سلطان مو بك كذا، تعال هنا. أنا قد شفتك صايق وكمان صايق. صايق الله الله ما شفترش إن شاء الله. الله يدي لك العافية بإذن الله. خلاص أنا عشان الدين اللي بتقول عليه هذا من فاعل خير، من فعل خير خلي معك تساعدك إن شاء الله. هذه 50,000 ثانية. تمام بارك الله. الله يدي لك العافية. الله يكون في عونك. لا أنا ارتحت لك. شكرا لكم، شكرا على ديارك. الله يسلمك. بارك الله فيكم في مضر الشارع. يسلمك الله عليك، انت انسان ممتاز وانسان رائع. مشاهدي الكرام نكتفي بهذه هذا القدر من هذه الفقرة، اشوفكم ان شاء الله في فقرة ثانية على خير. وبهذا القدر مشاهدي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الاجتماعي الإنساني ترحموا. في الأخير نصل إلى مسك الختام. مسك الختام بيقول: اللهم أزل عنا الحزن وأزل عنا الهم واطرد من نفوسنا القلق، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. لكم مني أطيب التحيات وأرق المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود.